متابعي قناة حلب اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم في هذه الإحاطة من ريف إدلب. في اليوم العالمي للسمع تجدد فرق الدفاع المدني السوري وقوفها مع ذوي الإعاقة السمعية ودعمهم لهم في ظل التحديات الهائلة التي تواجههم، لا سيما مع تعقيدات الوضع في سوريا وتعرضهم للمخاطر المضاعفة بسبب ضعف الخدمات الطبية والنقص في الرعاية الصحية والإمدادات الأساسية وازدياد حالات الصم بسبب الإصابات الناجمة عن هجمات قوات النظام وروسيا المستمرة لسنوات والانفجارات. لذلك فإن دعم هذه الفئة يتطلب جهودا متعددة المستويات وتوفير الوسائل المساعدة لهم ومراكز متخصصة للتأهيل السمعي وزيادة تمكينهم في المجتمع بجميع مجالات الحياة. انطلاق مركز حماية في مشفى سيما بأريحة، يقدم المركز خدمات حماية الطفل وإدارة الحالة والتوعية القانونية وتقديم استشارات قانونية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتسجيل وقوعاتهم المدنية واستصدار الوثائق الخاصة بهم من النازحين والمقيمين. اندلاع حريق في سيارة مدنية في بلدة جوزيف في جبل الزاوية جنوب إدلب بسبب عطل فني فيها أدى لاشتعالها بشكل كامل. اليوم الاثنين 4 آذار أخمدت فرق الدفاع المدني السوري الحريق واقتصرت الأضرار على المادية دون وقوع أي إصابات. هذه إحاطتي لليوم، دمتم بخير.